على أي حال، للمزيد من التفاصيل بينضم إلينا الآن عبر الهاتف المهندس علاء السقطي، نائب رئيس اتحاد المستثمرين. أهلا بك يا فندم. خليني في البداية أعرف من حضرتك الفرق بين وضع المناطق الصناعية في مصر قبل عدة سنوات والآن، ومدى كمان التغيير اللي شهدته. تفضل يا فندم. طبعا مما لا شك فيه أن كان في مناطق صناعية موجودة في مصر وقلنا نسمع عنها اكتوبر، بدر، العاشر، كل الكلام ده هي مناطق صناعيه ضخمه بس متركزه في مناطق معينه. النهارده الوضع اتغير وبقى في تركيز في مناطق اخرى على مناطق صناعيه اخرى. لان انت محتاجه ان الصناعه ما تبقاش موجوده في القاهره الكبرى او اراوند او حوالين القاهره الكبرى. دي اول خطوه بتتم. ثاني خطوه انا بس عايز ارجع لل الفقرة اللي كانت قبل كده. العالم كله النهاردة متلخبط. دي حقيقة الأمر. لو أنت النهاردة ما عندكيش بنية تحتية جيدة، أنت كان هيبقى عندك مشكلة لا يمكن حد يتخيلها. أنت عندك النهاردة بنية تحتية تستطيع استيعاب المناطق الصناعية التي يتم إنشائها حالياً في معظم أرجاء الجمهورية. بحيث النهاردة بتوع الصعيد ما ينفعش يهاجروا للقاهرة علشان يعملوا مشروع، لا هو يعمل عنده مشروع. فهذه الامور كلها هي دي اللي بتخليك في الاخر تقولي والله اسوان فيها مشاريع، الاقصر فيها مشاريع، الاريا دي سوهاج، اسيوط، المنيا، وكل هذا الكلام. وهو ده اللي احنا شغالين فيه دلوقتي او اللي الدوله شغاله فيه دلوقتي، ان يتم انشاء مناطق صناعيه في كل هذه المناطق. طيب. صحيح. اتفضل. السؤال الاخر بقى، هل هذه المناطق متحدد بيتعمل فيها ايه؟ ما هو انت النهارده لما ممكن يبقى عندك منطقه صناعيه كويس جدا جدا بس تعملي منتج ملوش سوق. منتج لا يستخدم. صحيح. منتج السوق فيه زياده. ده اللي تم في الفتره اللي فاتت دي. ان تم تحديد المناطق الصناعيه دي تعمل ايه؟ وهي دي النقطه اللي فيها شغل دلوقتي. انت محتاجه النهارده يبقى عندك اكتفاء ذاتي. قدر الامكان. مفيش دوله طبعا في العالم كله عندها اكتفاء ذاتي، بس في الاخر قدر الامكان. صحيح. ما ينفعش حضرتك تنزلي النهارده السوق عشان تشتري برودكت او منتج ما تلاقيهوش. فاذا النهارده انت محتاجه يبقى عندك مناطق صناعيه متحدد فيها ايه اللي يتعمل عشان يسد احتياجاتك حتى لو احتياجات بسيطه. وهو ده التوجه الحالي للحكومه. صحيح. طيب مهندس علاء، يعني فيما يتعلق بالاستفادة خليني أتكلم مع حضرتك. طبعا حضرتك كنت بتتكلم على فكرة الاكتفاء الذاتي، وده خليني أسأل حضرتك أهمية التوسع في هذه المناطق الصناعية على المستوى القريب والبعيد أيضا يا فندم. على المستوى القريب إنك هتدي احتياجاتك الذاتية. ما ينفعش النهاردة، يعني أنا هديك أبسط حاجة، ما ينفعش النهاردة إن تبقى عايزة فرشة سنان مثلا ما تلاقيهاش. صحيح. خلاص، فده على المدى القريب انك تغطي احتياجاتك البسيطه. نيجي بقى على المدى البعيد. المدى البعيد بيقول ايه؟ ان النهارده العالم بدا يتقسم. روسيا بقت في حته، وهو الصين، امريكا بقت في حته، افريقيا في حته. تفتكر النهارده ان الصين مع الوضع اللي هي فيه ده يهمها قوي انها تغطي احتياجات افريقيا؟ لا. صعب مع الوضع اللي احنا فيه والعالم بيتقسم بالطريقه دي. انت النهارده كقوه موجوده، خدي بالك انت صناعيه من الستينات. صحيح. يعني عندك كوادر صناعيه موجوده قديمه، وتقدري النهارده تعملي الصناعه او تطوري الصناعه او تحدثي الصناعه بصوره جيده. فممكن جدا يبقى سوق افريقيا ده بالنسبه لك سوق واعد جدا جدا ومفتوح، لان الجهات الاخرى بصرف النظر عن مسمياتها بقى مشغوله بمشاكلها، مشغوله بحالها. هو ده على المدى البعيد. اذا النهارده انت تشتغلي في حتتين. حته نمره واحد، انك ما تحتاجيه تنتجيه، وده اساسي. خدي بالك انا عايز اقول لك حاجه، المانيا مع انها دوله صناعيه عظمى تنتج، طبعا مش هنقعد نتكلم بالاودي والمرسيدس مش عارف نتكلم. لما حصلت ازمه الكورونا ما كانش عندهم مكان ينتج الماسك. نعم. كان المكان اللي عندهم دوت موديين للصين. فاصبح عندهم ازمه في الماسك. قامت مظاهرات في المانيا
ان ازاي المانيا ما يبقاش عندها مكن الماسك في حين ان هي اول من ابتدع مكن الماسك بس طلعوه بره لانه ملوش احتياج. صحيح. يبقى اذا نكتشف النهارده ان حتى لو الحاجه بسيطه وانت مش عارفه تعمليها او ما عندكيش العده او التولز او المكنه او الناس اللي تعملها هيبقى عندك. صحيح. أنا بشكرك الحقيقة يا فندم، شكرا جزيلا المهندس علاء السقطي نائب رئيس اتحاد المستثمرين، شكرا جزيلا لحضرتك.